السلام عليكم. من الحاجات اللي بنقابلها كتير جدا جدا في شغلنا، خصوصا في الاماكن الضخمه اللي فيها سولوشنز كتيره لفيندرز مختلفين، هي الانتجريشنز الكتيره جدا اللي بتكون ما بين سولوشنز كتيره لفيندرز مختلفه. في نقطتين مهمين جدا حابب اتكلم فيهم في الجزئيه بتاعه الانتجريشن ما بين اكتر من سولوشن من فيندرز مختلفه. النقطه الاولانيه، في حاله لما اجي اعمل انتجريشن ما بين تو سولوشنز مختلفين من تو فيندرز مختلفين، في سوليوشن بياخد اكشن على سوليوشن تاني. يعني اشهر مثال فايروول، بعمل له انتجريشن مع الاكتف دايركتري، مثال معمول تقريبا في كل الشركات حتى اللي ما عندهاش ميل سيرفر، اللي ما عندهاش ميل سيرفر اون بريم، في الغالب الانتجريشن ده بيكون معمول بحيث ان اشوف الناس بايباتها، كل واحد قصاد الاي بي بتاعه، اسم اليوزر يعني في الاكتف دايركتري قصاد الاي بي بتاعه ظاهر عندي في الفاير وول، واقدر بقى اطبق عليه بوليسز والحاجات الدلع دي كلها. ده بيتم بانتجريشن ما بين الفاير وول والاكتف دايركتري. طيب في الحاله دي اللي بياخد اكشن مين؟ الحاله دي اللي بياخد اكشن هو الفاير وول. يبقى اول نقطه مطلوب من الفاير وول ان هو يقول هو عاوز ايه من الاكتف دايركتري. ليه؟ لان الفاير وول هو اللي عايز يعمل انتجريشن مع الاكتف دايركتري. يبقى النقطه رقم واحد في موضوع الانتجريشن ده، لما تيجي تعمل انتجريشن، الفيندور اللي السوليوشن بتاعه هو اللي عاوز ينتجريت او هو اللي هياخد اكشن، الفيندور ده او السوليوشن ده هو اللي يطلب، يقول انا عاوز كذا، انا عاوز من الدومين ادمن مثلا، بصوره عايز من السيستم ادمن يوزر نيم وباسورد اللي هي بريفليج فلانيه، انا عاوز انتربرايز ادمن مثلا، اي حاجه. فده اللي بيكون مطلوب من اللي هياخد اكشن اللي هو في حالتنا دي الفاير وول. اللي هيتاكشن عليه بقى، اللي هيتعمل عليه الاكشن هو الاكتف دايركتري، ده رجل مسالم ملوش علاقه باي حاجه، مش هيعمل اي حاجه، فده مش مطلوب منه انه يعمل اي حاجه. تمام؟ يبقى المطلوب منه ان هو يقول هو عاوز ايه بتاع الفاير وول، مش بتاع الاكتف دايركتري، لان بتاع الفاير وول هو اللي عايز انتجريت مع الاكتف دايركتري عشان ياخد منها داتا. تمام؟ الحته المهمه جدا، لان مثلا تكون مثلا في الشركه وتبعت ميل لمايكروسوفت تقول لها ايه المطلوب عشان اعمل انتجريشن مع الفورتي ميل مثلا، مع الفورتي جيت مثلا. انت لو فتحت تيكت بالمعنى ده، التيكت تتقفل وممكن اصلا ما حدش يكلمك في التليفون، هيرد عليك ويقول لك ده نوت سبورتد. ليه؟ لان كلمه فاير وول في مايكروسوفت معناها الويندوز فاير وول بس. تمام؟ هيقول لك السيناريو ده نوت سبورتد، مش هيساعدك هو في حاجه خاصه بيه ثيرد بارت فاير وول. تمام؟ فالحته دي اول حته. الحته الثانيه بقى حته التغيير. يعني ايه؟ احنا قلنا ان في فيندور عنده سوليوشن هياخد اكشن، وفي فيندور ثاني لو في حالتنا مايكروسوفت هيتاخد على الاكشن، هيتاكشن عليه. تمام؟ لو في حاجه انطلبت من الفيندور الاولاني اللي هو هياخد الاكشن اللي هو الفاير وول، تعديل مثلا في اوثنتيكيشن ميثود معين، ودي كيس حاصله يعني. فنفترض ان الفورتي جيت او صوفس او بالو التا او اي حاجه شغال باثنتيكيشن ميثود بيزك مثلا يعني، عشان يحصل انتجريشن بينه وبين الاكتف دايركت بشكل كامل، لازم الاكتف دايركت هو كمان يكون شغال بيزك. حلو. طب انا افرض ده مثال، يعني ده مثال، او خلينا يعني نخلي الموضوع اوقع شويه. الفاير وول مع الاكستشينج مثلا، الفاير وول عايز بيزك والاكستشينج مش شغال بيزك على الفيرتشوال دايركتري اللي الفاير وول عايزها، على اي دبليو اس مثلا يعني. فما ينفعش الراجل بتاع الفاير وول يجي يقول لي انا شغال بيزك فعدل، يطلب من الراجل بتاع الاكستشينج ان هو يعدل الاوثنتيكيشن ميثود اللي عنده يخليها بيزك. لا حضرتك، الاكستشينج هو الاساس. يعني ايه؟ يعني اللي هيتاخد عليه الاكشن، تبقى نقطه ثانيه، اللي هيتاخد عليه الاكشن ده الاساس، هو ده الاساس، ده ما يحصلش فيه تغيير. اللي مطلوب منه يغير اللي هياخد اكشن. حضرتك عايز تكومينيكيت مع الاكستشينج بيزك، الاكستشينج مش شغال بيزك، لا انا اسف مش هقدر اغير حاجه في الاكستشينج. انت غير عندك في الفاير وول اللي عايز ياخد اكشن عندي على الاكستشينج بالاوثنتيكيشن ميثود، الاكستشينج شغال بيه، الاكستشينج شغال ان تي ال ام، حضرتك اشتغل ان تي ال ام، الاكستشينج شغال نيجوشيت، حضرتك اشتغل نيجوشيت. تمام؟ يبقى اللي بيغير مش اللي بيتاخد عليه اكشن، لا، اللي بيغير هو اللي بياخد الاكشن. تمام؟ النقطتين دول مهمين جدا. في بقى حاجه اخيره مهمه جدا، حته ايه؟ حته السبورت.
في سيناريو زي ده مايكروسوفت مش هتساعدك في اي حاجه. لو جيت فتحت تيكت ودي حصلت معايا قبل كده ده اللي نوت سبورتد، والراجل اصلا يعني رد عليا في التليفون عشان فاكر ان الفاير وول اقصد بيه الويندوز فاير وول. تمام. الحاجه المهمه بقى ان انت لما تلاقي فاير وول واكتف دايركتري مثلا في الغالب بتلاقي الدوكيمنت اللي بتتكلم عن الانتجريشن ده من ناحيه الفاير وول اللي هو بياخد الاكشن. تمام. فالنقطتين الاولانيين اللي احنا اتكلمنا عنهم دول مهمين جدا. اول حاجه اللي بياخد اكشن هو اللي بيقول انا عاوز ايه، عاوز ايه، مطلوب ايه من الاكتف دايركتري. الاكتف دايركتري مش هيعمل اي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع التغيير، اللي يغير هو اللي بياخد الاكشن مش اللي بيتاكشن عليه. تمام. السلام عليكم.